اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج العشيه. اكيد كالعاده حنكون معكم انا محمد الطيب واني عمار المنصوري ازول فلاو نيت متي ست ماني لي مواضيع جديده فقرات جديده اكيد حتكون في حلقه العشيه اليوم. حنحكوا عن مجموعة من الأخبار المنوعة وأبرزها مدينة بني وليد تستلم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية. اعتصام بكلية الطب البشري بطرابلس اليوم هو حتى هو من فقراتنا الرئيسية. حملة نتفق معا ومشروع لصناعة الأزياء الشعبية والصناعات اليدوية. سباقات السرعة وفقرة الرياضة أيضا حيكونوا من ضمن فقرات اليوم من العشية. خلونا نبدأ بأول الأخبار ومعاك زميلي محمد. دائما نختار في أخبار مختلفة ومنوعة من العديد من المدن الليبية. نبدأ بالخبر الأول بحيث قام الشاب علي أبو القاسم اللي هو بالمشاركة بأعماله في فن الأوريغامي واللي هي طي الأوراق. مشاركته كانت عبارة عن معرض في واحدة من الأجنحة في معرض طرابلس الدولي. علي بالقاسم كان ضيف عندنا في برنامج العشية سابقا وأبهرنا بأعمال الورقية الرائعة، وزي ما نشوفه في الصور يعني كان في إقبال على الناس اللي حابين يعرفوا كيف يقوم بطي الأوراق. عمار خاصة بعد ما طلع في العشية محمد وحتى بعد ما انتشرت له صور لأعمال الأوريغامي في مختلف الصفحات، هل بناس مشت خصيصا باش تشوف الأعمال اللي يشتغل فيها وكيف يخدم فيها، لأن حتى عرض أو وراهم حتى طريقة الشغل للناس اللي يجوا حضروا المعرض. هو بعض التحف اللي يشتغل فيها لما تشوفها في البداية تنصدم يعني بأنها كلها مبنية على ورق. صحيح. يعني ممكن تعتقد بأن فيها احنا نقولوا لصقة أو فيها صمغ بس أو مقص، بس هو لا بدون مقص وبدون صمغ وبدون أي شيء يقدر يصنع العديد من الأشياء المختلفة. تم تأجيل تصوير مسلسل روبيك اللي بدأ المخرج أسامة رزق من السنة الماضية التجهيز ليه، وسبب التأجيل هو الحجم العمل أو عدد المشاركين الكبير حسب تعبير أسامة في صفحته الرسمية. حيكون مسلسل من 15 حلقة، مدة كل حلقة ساعة تلفزيونية، وحيشارك في العمل وجوه قديمة غابت على التلفزيون وأيضا وجوه جديدة لأول مرة على الشاشة الليبية. كان المفروض أنه هو يكون العمل عمار لرمضان، بس لأنهم يشتغلوا من سنة 2015 عليه، من نهاية من شهر 8 2015 بالأحرى، بس لأن حسب ما ذكر أسامة في صفحته في الفيسبوك بأن العمل حيكون كبير وحيكون فيه هلبة شخصيات منوعة وحيكون حتى 15 حلقة كل حلقة مدتها ساعة، يعني مسلسل فحيبدو التصوير بعد رمضان. طبعا نذكروا مرة ثانية إخراج أو للمخرج أسامة رزق وسيناريو سراج هويدي. ننشر خبر ثاني، فريق عمل شؤون النازحين الذي يتكون من فوج كشاف راس لنوف ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب الثقافة ورئيس مكتب الرعاية الصحية بمدينة راس لنوف قاموا بزيارة أماكن تواجد فيها النازحين من المدينة اللي هم من بن جواد والمناطق المجاورة، بحيث قاموا بحصر عدد النازحين ومعرفة متطلباتهم وما يحتاجون إليه من دواء وغذاء ومعرفة عدد الأطفال الذين توقفوا عن الدراسة، وذلك بالسعي بأقل مجهود لتوفير بعض من هذه المتطلبات في ظل استمرار الأزمة اللي موجودة في ليبيا، وسعي أنهم قدر الإمكان يتواصلوا معهم. نشوفوا هذا التقرير اللي يحكي أكثر بخصوص هذا الموضوع وبعدها نحكي عليه. يلا. ينادون ولا حياة لمن ينادوا، هذا هو حال أهالي بن جواد النازحين في منطقة راس لنوف. أطفال يتوقون لمقاعد الدراسة وألعابهم التي تركوها في بيوتهم قبل أن يحتلها تنظيم داعش ليختزل هذا المشهد كل ما لم يجرؤ المسؤولون على البوح به. نحن في جولة تفتيشية من قبل مؤسسات المجتمع المدني في راس لنوف، من وحدة الرعاية الصحية والمجتمع المدني وفريق الكشاف ومؤسسات المجتمع المدني تواجدة ليطلعوا على أحوال النازحين، لأنها جايين من أخوتنا، جايين من سرت وجايين من بالجواد وجايين من نوفلية، نطلعوا على مشاكلهم وشنو احتياجاتهم، جميع الأشياء اللي هم الحاجات التشغيلية باش يعيشوا، الحاجات البسيطة اللي هي الماء والكلى والدواء والأشياء هذين اللي قاعدين نعانوا منهم في نقص شديد للأسف في مدينة راس لنوف، وهي قاعدة في الواجهة. وهذوم عائلتنا وهذا أولادنا تشوفوا فيهم. كم نفرتم من ده؟ كم عائلة بس؟
أخيرا وصل الصوت، ومعه وصل فريق عمل شؤون النازحين ومكتب الثقافة ورئيس مكتب الرعاية الصحية بالمدينة، والهدف إحصاء عدد النازحين وما يحتاجونه من دواء وغذاء. نوجه كلامي للي مسكين الكراسي، أشقب شعبكم، أشقب شعبكم، حرام عليكم، هذا شعبنا وصلوا لدرجة أن يبحثوا عن مأوى وعن المأكل وعن الملبس. الحاجات الأساسية غلط، مشكل ثورة غلط، ثورة هي تغيير لك للأحسن. للأسف للأسف تفهمينا غلط. اعتادوا الانتظار، فهذا هو ما يفرضه عليهم واقعهم الجديد، وبانتظار ما يحمله الغد لنازحي بن جواد تظل الوعود قوت يومهم. معاناة النازحين تتشابه في مختلف المناطق والمدن الليبية، بحيث محمد في الفترة الأخيرة لاحظنا أنهم يعانوا من مجموعة من المتطلبات، خلينا من التعليم اللي واقف، أيضا الرعاية الصحية، المواد الغذائية، احنا نقول الأدوات حتى هي اللي مستخدمة في منزل التدفئة وغيرها، هذه كلها تعتبر معاناة خاصة للأطفال اللي قاعدنا نشوفه فيهم في الصور والفيديوهات. وزي ما شفنا من خلال التقرير يعني كشافة راس لانوف بالإضافة إلى مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وأيضا رئيس مكتب الرعاية الصحية اللي موجود في المدينة، يعني هم يحاولوا عمار زي ما ذكر في التقرير إن هم يوفروا ما بوش نقوله حتى الأساسيات، يوفروا في أشياء أبسط من البساطة. صح. يعني الماء والدواء والغذاء البسيط اللي يعيش الناس. أزمة كبيرة، احنا نتمنى ان هذه الأزمة تكون يعني احنا نقولوا سحابة سودة وتمر وبإذن الله ترجع الحياة أفضل من هيك، ولكن يعني مدينة سرت ومدينة مدينة بن جواد يمروا بأزمة كبيرة عما وبعض الصحافة يعني تتجاهل فيهم. حنمشي محمد أيضا لخبر شبيه شوية في قطاع الصحة، بحيث استلم صباح الاثنين رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقرات كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية من الإمداد الطبي طرابلس. النقرات أفاد بأن الشحنة جاءت تلبية لمراسلات متكررة لهيئة الإمداد الطبي بالنظر لما يعانيه مستشفى بني وليد العام من نقص حاد، مما اضطر المواطنين لشراء الدواء من الصيدليات الخارجية. يشار إلى أن اجتماع قد ضم قبل أيام المجلس المحلي بني وليد واللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء للنظر في الاحتياجات أو في احتياجات المدينة وما تعانيه من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. خلونا نتابعه في تقرير محمد، حنتابعه مع بعض، ولكن هو يحكي على قطاع الصحة بصفة عامة في مختلف المناطق والمدن الليبية. خلونا نشوف التقرير الخاص ببن وليد وبعدين نمشي نشوف التقرير الثاني. يلا بفضل وجهود بعض أعضاء المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي بن وليد، نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إيصال هذه الشحنة من الأدوية وبعض المعدات الطبية إلى مراكز الصحية بن وليد وإلى مستشفى العام بن وليد. طبعا كانت هذه الشحنة بتواصل مع رئاسة الوزراء واجتماع مع مساعد أو رئيس لجنة الأزمة الصحية طرابلس ومع وزير الحكم المحلي. طبعا قمنا بالتواصل مع اللجنة في فترة ثلاثة أو أسبوع في لقاءات مكثفة واجتماعات، ونظر للظروف التي تمر بها مدينة بن وليد من الأعداد الهائلة من النازحين وكثرة الطلبات والضغط في المستشفيات، فكانت المعدات تحتوي على بعض الأدوية وبعض الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها المواطن. هل بمناطق ما يوصلهاش الدعم أو إحنا نقوله المواد الصحية والمعدات اللازمة، خاصة في حلقات سابقة من برنامج العشية لو تتذكر محمد، مدينة غات اللي كانت تعاني من نقص حاد في الأدوات والأدوية الأساسية البسيطة. هم في العادة يحاولوا أن هم يخاطبوا الجهات المعنية، أحيانا توصل هذه الأدوية أحيانا ما توصلش، ولكن في مشكلة تانية حتى هي مرت علينا سابقا في برنامج العشية، أن بعض الأدوية لسوء الإدارة فتتأخر في عملية التوصيل، ما تكون صلاحية. وصلت هذه الأدوية تكون أن الصلاحية متاحة ما زال عليها شهر أو شهرين، ما يقدرش يستفادوا منها البلديات بشكل عام. يعني نتمنى بأن لما يبدو في أدوية حتنقل بسرعة
لأن الإدارة والمراقبة والنقل لازم تكون حتى أهميتها متقلش على أهمية الدواء في حد ذاته. صح. ونذكروا مرة تانية بأن الأدوية اللي شفناها قبل شوية هي عبارة عن مساعدات من أهل الخير، ما كانتش من الحكومة أو من قطاع الصحة، هي كانت من ناس حابة أن هي تقدم يد العون وتساعد، فقدرت توفر مجموعة كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية. هالمرة عمار نمشي نشوفوا تقرير عن الصحة ولكن بشكل عام، وبعدها راجعين للعشية. لا يختلف وضع القطاع الصحي هنا كثيرا عن الوضع في عموم البلاد، فالكلمة العليا للفوضى والمنظومة الصحية تعاني لأسباب جميعها مرتبط بالقتل المستمر في مختلف المدن. ووفق منظمات حقوقية يواجه القطاع الصحي صعوبات جمة تتمثل باستهداف المنشآت والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي دفع العمالة الأجنبية في هذا القطاع والتي تشكل أكثر من ثلثي القوى الفعلية للرحيل خوفا على حياتهم، إضافة إلى نقص حاد بالأدوية التي استهدف مخازنها بالقصف والتخريب. أول شيء ندوي على معاناة الناس، مش معاناتي أنا، معاناة الناس. إن إحنا مثلا يجون هنا يجيك من غير حتى ما يوري ورقة التحليل، ما عندناش ولا حاجة، حتى ولو عندنا جهاز يشتغل ما عندناش المواد، عندنا المواد الجهاز يفسد. ليه ممكن توا أنا سنة وأربع شهور هنا في المستوصف حتى الخدمة نسيتها كيف كنا نخدمه، لدرجة لعندنا مواد تحاليل ولعندنا كيف نخدمه. يعني المواطن البسيط اللي هنا يسكن في الحي هذا، مفروض هذا الحي موفر له هنا مواد اللي يخدم بها. أما على الطرف الآخر من المعادلة، فالضحية الأكثر تضررا على الإطلاق، وبين بحثه عن علاج لجسده العليل وآخر لوطنه الذي تنهشه الجماعات المسلحة، لا يملك أكثر من الشكوى. تمام، بنشكو وديما تقارير، رجوع لجنة وراء لجنة، من طرابلس، من مصراتة، من منغات، من سبها، تجي تقول ديما يجوا، لكن شنو الفايدة؟ ما فيش فايدة. ديما نتكلموا في نقص في إمكانيات الكلى والغسيل، والناس راهو تموت، وإمكانية ما في دكتور، ما فيش حد يسمع، لا مدير مستشفى. كل هذا ولا يزال الأمل رفيق درب الليبيين، وأقصاه أن يتمكنوا من تحصيل علاج لائق في مشافيهم لا في مشافي الخارج كما اعتادوا. زي ما شفتوا قبل شوية، أن الليبيين عليه أمل أن يبدأ العلاج في مشافيهم لا في مشافي الخارج. محمد، اليوم اللي فاتوا بس أنا شفت زي الإحصائية في الإنترنت بأن اللي انصرف على الليبيين في خلال الثلاث سنوات السابقة أو الأربع سنوات السابقة اللي هي بعد الثورة في العلاج في الخارج يكفي لبناء أربعة أكبر مستشفيات في العالم، مش مستشفى واحد. هو احنا من جانب معين عمار يعني مش محتاجين بأن احنا نحسبه اللي فات، لأن اللي فات أكيد مر بتجارب ما كانتش ناجحة، أغلب الحكومات وأغلب الوزارات ما نجحوش بظروف أمنية، بظروف وما إلى ذلك. ولكن احنا نبدو من نقطة من جديدة، يعني هل بقى أشخاص يعتقدوا أن قطاع الصحة يعتمد على وزارة الصحة فقط؟ قطاع الصحة يعتمد على العديد من الوزارات، أمنيا، إداريا، يعني كل العديد من الوزارات تتعلق بوزارة الصحة. ويعني نذكر في التقرير أيضا اللي هو القطاع الدبلوماسي، يعني لو ترجع الوزارات وتشتغل بطريقة مباشرة حيرجع القطاع الطبي، يعني اللي احنا نقوله الأجانب اللي كانوا يشتغلوا في المستشفيات واللي كان لهم دور كبير في يعني في 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 الطب في ليبيا. صح. بشكل عام هي بس محمد لما انت تذكر ان اكبر اربع مستشفيات في العالم بالقيمة اللي هي صرفت في الاربع سنوات اللي فاتت، تشجعك بانك انت ممكن تبني اكبر مستشفى في ليبيا في الفترة الجاية بقيمة صغيرة، ممكن أصغر من اللي صرفتها فترة فاتت كلها. مظبوط، كمشاريع مستقبلية، ولكن لحل أزمة هذه أكيد نتمنى يعني كل الجهود تتكاثف في حلها. يعني أعتقد الصحة والتعليم خط أحمر عمار، يعني في شخص ممكن يتفلسف أو يضيف كلام على الموضوع هذا، الصحة هذه وهذا تعليم، يعني محتاجين بجديات وقفة جدية بخصوص الموضوع. بالضبط، هم أساس بناء البلاد. محمد، لكل من يتابع فينا وحاب يشاركنا بموهبته أو نشاطه اللي قاعد يمارس فيه، إيميل برنامج عشية 218tv.net، أبعتولنا وما تترددوش باش تكون لكم زاوية في برنامج العشية. وقفة احتجاجية من طلبة كلية الطب بعد الفاصل. Yeah.
مشاكل هلبة وكبيرة تعاني منها كلية الطب البشري في طرابلس العاصمة، من غير عدد الطلبة الهائل اللي ينتسبوا كل عام، بينما يعني كمية المتخرجين بشكل عام يعتبروا كمية بسيطة. اليوم في اعتصام في هذه الكلية من هذو الطلبة، نبغى نعرف هذا الاعتصام بخصوص شني وشن هي مطالبهم. لهذا نستقبله معنا عبر الأقمار الصناعية. عمار الطالب محمد نصير، نصير مرحبتين بك في برنامج العشية. اهلا وسهلا بك اخوي عمار واخوي محمد. اهلا بك محمد. اليوم كان في اعتصام في كليه الطب البشري، او وصلتنا من الايام اللي فاتوا رسائل على ايميل برنامج على بروفايلاتنا الشخصيه على الفيسبوك بخصوص الاعتصام اللي حديروه. مطالب هذا الاعتصام اللي كان اليوم في الكليه؟ مطالب هذا الاعتصام في الكليه كان لاسباب القرار، قرارات قمت باصدارها الكليه قامت بإصدارها الكلية يعني بعد سيمسترين، وطبقتها بتاريخ رجعي، يعني طبقت حتى اللي قبل صدور القرار. خلينا نبدو خطوة خطوة، شنو هو القرار اللي تم إصداره؟ قرار أول حاجة الإمدارات، وفصل عدد كبير من طلبة بحدود 132 بقرار رجعي، يعني من تاريخ مش من تاريخ صدور القرار طبقوه. باش نوضحوا للناس بشوي بشوي، يعني في البدايه بدنا نعرفوا قبل ما تحكينا على الاعتصام وقبل تحكينا على هذا القرار، قبل كيف كان حال الطالب بمساله الاندارات؟ كم يحتاج اندار لفصله وما الى ذلك؟ وشن هو هذا القرار؟ شن تغير من مساله الاندارات؟ في السابق يعني ما كناش نعلم ان فيه اندارات او فيه اي شيء، يعني ما فيش لائحه او فيها اي قرار اصدر. ايه ما عندنا علم باللائحة 501 متاع الجامعة إن لو في قرار يبلغ به الطالب قبل فترة يعني ولو في عنده اندار يقوم ببلاغه، وحسب اللائحة الداخلية لكلية الطب البشري يقوم ببلاغ الطالب كتابيا أو في بطاقة متاع الطالب، بطاقة أي. تعريف الطالب يعني الكلية ما طبقتش أي شيء من هواه، يعني مجرد طبقت إنه فصل طول يعني أو اللي تحصل يعني على ثلاثة إندارات يفصل من الكلية على طول. إيه تمام. يعني حتى حسبوا لكم الإندارات اللي محصلها الطالب من قبل حتى ما يطلع القرار هذا، من قبل ما يعلم الطالب أصلا إنه عنده إندارات. تمام. القرار هو نقول لكم تاريخه بالضبط، طلع في 8/10/2015 هذا تاريخ اعتماد هذا القرار، اعتمدوه الكلية وطبقوه على سيمسترات من 2014، من بداية 2014 يعني بحدود سيمسترين سابقين طبقوه عليهم. كويس، معناها باش نوضحه كويس، يعني قبل كان الطالب ما يتمش فصله بعد ثلاث اندارات، طلع قرار في يوم 8/10/2015 بأن أي طالب بيتجاوز ثلاثة اندارات بشكل عام يتم فصله، ولكن يتم مخاطبته كتابيا قبل ما يتم فصله. إلا أن اليوم أنتم لقيتوا أن في طلبة تم فصلهم بعد ثلاث اندارات اللي حسبوها لهم قبل القرار حتى بدون ما يخاطبوهم كتابيا، صح هيك؟ بدون ما يحسب بالضبط. نبي نحكيك على اللائحة 501 هي المادة 19 و20. هما مربوطين ببعضهم. المادة 19 تحكي أن الطالب يفصل في حالة معدل التراكم يقل من 60% ثلاثة مرات، في حالة رسوبها في مادة أكثر من ثلاث مرات، في حالة غياب على الامتحان. وفيه المادة 20 تحكي أن شنو لازم مخاطبة الطالب كتابيا، هذا في القانون الجامعة. أما اللائحة الداخلية الكلية فعندهم لائحة يخدموا بها، هي اللي هي إبلاغ الطالب زي ما حكيت لك فيما سبق في بطاقة الطالب، تعريف الطالب أو إبلاغه كتابيا. يعني ما صار شيء من هذا كله، يعني مجرد إن ما طلعت النتيجة للطلبة يلي معدل أقل من 60% يعطوه إندار، ويلي عنده طلعت إندارات حسبوا له حتى السيمستر اللي فاتوا وقاموا في فصله أو تغيير مساره. طيب اليوم احنا شفنا صور الاعتصام وكان في ازدحام في الاعتصام، كان في مجموعه كبيره من الطلبه، كيف تم احنا نقولوا الاستجابه لمطالبكم؟ هل كان في تعاون من قبل اداره الجامعه، اعضاء هيئه التدريس؟ هل تفهمتوا، هل توصلتوا لحل معاهم؟ لا، فيما سبق احنا الاعتصام ممتد لاسبوع ومش اول يوم، يعني فيما سبق يعني حاولونا تبعنا السلم الاداري درجه من وكيل الكلية إلى المسجل، يعني السلم الإداري بالكامل،
واليوم يعني ما وصلناش لحل. فاليوم اتجهنا الى الكليه، الكليه قامت بتحويل الموضوع الى مكتب الشؤون القانونيه، ومكتب الشؤون القانونيه هو اللي بيفتي فيه. كويس باي، باش نحن نكون منصفين شويه محمد، في رأيك ليش تم وضع هذا القرار في يوم 8/10/2015 اللي هو مسألة الفصل بعد 3 إنذارات؟ هل لأن في هلبة أعداد طلبة متراكمة وما فيش مدرجات، ولا أعطيني رأيك كونك طالب وموجود في الكلية فأكيد عندك علم ليش أصدروا هذا القرار؟ تمام، أنا عندي علم وأنا مع القرار هو، يعني أنا مش ضده، أنا مش ضد القرار هو، لكن بطريقة صحيحة، طريقة قانونية تطبق وإحنا موافقين عليها القرار هو، يعني ما عندناش عليه أي إشكالية. سبب تطبيق هذا القرار إن كمية كبيرة من الطلبة اللي خشوا تو كلية الطب، يعني درجة إن المدرجات مزدحمة، يعني الطلبة يقعدوا واقفين في المدرجات، وهذا قرار نوافقهم عليه ونأيدهم عليه، لكن يتم تطبيقه بالصورة القانونية الصحيحة. طبعا احنا حاولنا نتواصلوا مع الدكتور احمد زايد وكيل الكليه، ولكن للاسف ما كانش في استجابه. حاولنا نتواصلوا حتى قبل مع مجموعه من الدكاتره خاصه في كليه الطب لما تعانيه من مجموعه كبيره من المشاكل. اول حاجه المناهج الغير موحده، الوسائل التعليميه البدائيه، عدم الاعتماد على الجانب العلمي العملي اللي هو يعتبر الاهم من النظري. يعني كليه الطب البشري تعاني بشكل كبير، من غير طبعا عدد الطلبه اللي يتوافدوا كل عام بشكل كبير، واللي يطلعوا يتخرجوا منها عدد بسيط جدا. يعني هل تعتقد محمد بأن الكلية ممكن تكون أصدرت القرار هذا أو ما راعتش الطالب، ممكن باش إن هو باش إن هي حابة إن هي تقلص أو تنقص عدد الطلبة في الكلية؟ احنا للأمانة توصلنا مع الدكتور أحمد زايد. تمام، دكتور أحمد زايد قال ما عنديش أي إشكالية في تجديد قيد الطلبة، لكن يجيني قرار رسمي من الجامعة، لأن في ضغوطات من إدارة الجامعة نفسها على كلية الطب باعتبار أن فيها هلبة طلبة، يعني في السنوات المتقدمة فيه اللي في سنة رابعة ليه أكثر من 3 سنين أو 4 سنين، صح. فلهذا هم طبقوه بدو بالسنوات الأولى، هم اللي طبقوا عليهم القرار. يعني ركاية زي ما نحكي لك أيوة معي يا أخوي. يعني ما تطبقش على سنة ثالثة ورابعة وخامسة، على السنوات الأولى؟ لا ما طبق على السنوات الأولى، يعني السنوات زي خامسة يعني ما طبق عليهم شيء، رابعة ما طبق عليهم شيء، يعني ما سمعنا حد طبق عليه القرار هو إلا السنوات السيمسترة وما السنوات الجديدة. باي كويس محمد، منعرفه بأن هل عندك علم بعدد الطلبة اللي تم فصلهم بعد هذا القرار؟ تمام، عندي علم بعدد الطلبة، هم تقريبيا من 130 إلى 140 طالب تم فصلهم. ايه؟ والفصل السابق قاموا بفصل 27 طالب. طيب محمد، ما تعتقدش بأن كلية الطب، يعني كلية الطب في الوقت الحالي تاخذ في أعداد كبيرة، فأن القرار هذا ممكن يكون في صالح الكلية وباقي الطلبة الموجودين بأنهم يستوعبوا أكثر؟ يعني ممكن نقدر نقول ان خشت ناس مثلا معدلاتها ضعيفة شوية، أو ممكن مستواها الدراسي يكون مش قد التخصص الصعب. تمام، هو فيها وجهة نظر صحيحة القرار هو، أو كلها قرار صحيح هو، لكن زي ما قلت لك يعني آلية تطبيق القرار غير صحيحة. هم حاليا السنة ياخذوه بامتحان القبول، يعني علاش حيكون عدد كبير؟ علاش العدد كبير مع أنه بامتحان القبول، مع أنه ياخذوا الأفضلية؟ ما فهمتش علاش العدد كبير في الكلية يعني. محمد، أبو نعرفه منك، يعني هل المطالب اللي كانت في المظاهرة اللي امتدت أسبوع كامل على حسب ما أنت ذكرت، مطالبكم هي أن يتم تطبيقها بالطريقة السليمة اللي هي من بعد صدور القرار يحسبوا لكم الإنذارات مش قبل صدور القرار، أو كانت عندكم مطالب تانية في هذه المظاهرة أو هذه الوقفة الاحتجاجية؟ مطالب الوقفة الاحتجازية هذه ما كانتش إن إلغاء القرار أو مطلب آخر، ومطالبنا هي تطبيق القرار بشكل صحيح. عندنا مذكرة قانونية قدمناها، وفي مذكرة ثانية من قانونيين، وكل شيء قانوني حنقدمها الأيامات الجاية. يعني هدفنا إن يطبق القرار بصورة صحيحة، ما عندناش أي إشكالية، يعني في حالة صدور القرار وتطبيقه بالطرق القانونية يعني إحنا موافقين عليه، ما عندناش أي إشكالية. حتى إحنا نعاني من عدد هائل من الطلبة في ازدحام مدرجات، لدرجة إن عدد كبير من الطلبة ياخذ كورسات، يعني ما يقدرش يحضر في الجامعة. أي صح. أي
طيب محمد، أنا بنسألك أنت شخصيا، بما أنك واحد من الناس اللي كنت موجود في الاعتصام أو حتى المتحدث باسم باقي الزملاء، حضرتك هل تم فصلك حتى أنت مع المجموعة اللي تم فصلها؟ لا لم يتم فصلي، لكن أغلبية الطلبة يعني مفصولة وغيرها كلها ضد القرار. يعني حتى باقي الطلبة متخوفين من مستقبل هذا القرار، ممكن يواجه أي واحد فيكم. ايه الكل متخوف من القرار، يعني حتى لزملائنا يتم تبليغهم، يعني في ناس عندهم ظروف، في ناس ما شدتش السيمستر هي لظروف، يعني لو يعلم بهذا القرار كان وقف قيده وفتح السيمستر الجاي، لكن ما يعلمش ان فيه فصل او اي شيء. ممتاز، احنا اكيد حنتواصلوا في حلقات جايه مع الجهات او الجهه الثانيه، سواء دكاتره او عمداء او وكلاء اللي موجودين في الكليه، اكيد نحكم معهم اكثر بخصوص الموضوع. حنستغل وجودك اليوم محمد كطالب من كليه الطب، وتحكينا شن المشاكل اللي تواجه فيها الكليه بشكل خاص والجامعه بشكل عام اليوم في مدينه طرابلس. بالنسبه لكليه الطب بشكل خاص تعاني من هلبة مشاكل. اولا ازدحام الطلبة، يعني فيه مجموعة كبيرة من طلبة يعني مخارج الكلية، هذه أكثر مشكلة تعانيها كلية الطب، يعني طلبة مخارج الكلية يعني يسببوا في ارباك، يسببوا في ازدحام، يعني حتى المحاضرات وال يعني ما فيش استيعاب بشكل كبير، يضطروا كلية طلبة كلية الطب كلهم باتجاه إلى الدورات الخاصة والمدارس الخاصة. ثاني شيء هو الآلية، يعني ما فيش ربط بين الأقسام، بين دراسة وامتحانات، يعني ما فيش ربط بيناتهم، يعني ما فيش تطبيق للقرارات بشكل صحيح، كل شيء يعني بالاعتصامات، كل شيء الطالب لازم يحتاج انه يدير اعتصام، انه كل شيء. وثاني ليش طيب محمد انت توك طالب في كلية الطب، ليش تشوف في الدكاترة او في هيكلية الجامعة بالطريقة هذه، انه لازم بالاعتصامات، يعني ما فيش قرار طلع في صالح الطالب، ما فيش مثلا احنا نقولوا موعد امتحانات او حتى التسجيل جه في صالح الطالب، ليش؟ هذا نفس الشيء اللي كنا نتحدث عليه، آلية اللائحة الداخلية، القانون، الكتيب، القوانين اللي المفروض يتوزع على الطلبة، هذا في حال تم توزيع على الطلبة يعرف الطالب اختصاصات كل إدارة وكل قسم، يعني يتجه إليه طول، ما يضطرش يمشي من قسم لقسم أو من إدارة إدارة، يعني يعرف اختصاصات كل شخص في الكلية. كويس محمد، من الجهة الثانية هل في أشياء تحسنت في الكلية؟ هل في قرارات صدرت ساعدتكم أنتم مؤخرا كطلبة وكانت لصالحكم؟ قرار واحد اللي هو قلت لك مشكلة الأمن، فيها اللي هو قاموا بوضع سياج حديدي على الكلية ونقص عدد الطلبة اللي يخشوا، نقص يعني مش نقول لك انتهى، لكن في نقص واضح في عدد الطلبة اللي يخشوا الكلية وخارج الكلية. طيب مشكلة المناهج الغير موحدة، يعني مثلا نجوا لمادة الأناتومي نلقوا أكثر من دكتور يعطي فيها، وفي الامتحانات النهائية مثلا دكتور واحد هو اللي يدير الأسئلة، هل تم حل المشكلة هذه ولا قاعدة تواجه الطلبة؟ المشكلة هذه حاليا ما نعانوش منها، يعني مشكلة الأناتومي أو غيرها، يعني مش الأناتومي بالتحديد، أنا أعطيتك مثال بس الأناتومي، نقصد عليه كل المواد اللي تاخذوا فيها في كلية الطب. بالنسبة لاختلاف المناهج فيه هلبة مناهج في الكلية، قصدي فيه هلبة كورسات، فيه هلبة أشخاص، يعني الطالب يحير من وين يقرأ، وغياب حتى فيه الكتب الدراسية، مثلا قسم الفسيو في السيمستر الأول فيه الكتب الدراسية متوفرة، في السيمستر الثاني مش متوفرة، يعني حيضطر الطالب إنه يقرأ من شيتات لدكتور آخر. ممتاز، نرجع بك أخيرا محمد لنفس الموضوع اللي كنا نحكي عليه في الأول، اللي هو القرار اللي طلع في يوم 8/10 وتم تطبيقه يعني مش بالطريقة السليمة، وحسبوا لكم الإنذارات السابقة اللي قبل القرار. اليوم أنت محمد كطالب، وزي ما ذكر زميلي عمار، يعني باسم العديد من الطلبة اللي موجودين معتصمين لهم أسبوع، يعني وباسم 130 أو 140 طالب تم فصله، شنو رسالتكم للأشخاص المسؤولين عن هذا القرار اللي قادرين أنهم يسمعوكم اليوم من برنامج العشية؟ أنا نحب نوجه رسالة لأي حد مسؤول عن القرار هذا أو حد مسؤول عن تطبيق القرار هذا، الطلبة كلية الطب ما عندهمش أي إشكالية في تطبيق القرار، القرار نشوفوا فيه قانوني وصحيح وكنا نبوه من قبل، لكن يجب تطبيقه بالآلية الصحيحة، يجب إبلاغ الطالب بهذا القرار، يعني في طلبة لو يعلموا بعد القرار كان وقف قيد السيمستر اللي فات لظروف عائلية لظروف مادية لحالة البلاد كان وقف، لكن بسبب
الآلية الغير صحيحة لتطبيق هذا القرار سبب اعتراضنا. بالنسبة للقرار نغبار عليه ونحن موافقين عليه ويجب تطبيقه من أول ما دخلنا الكلية مش حاليا بس. نشكرك هلبة محمد نصير، طالب في كلية الطب البشري والمتحدث باسم الاعتصام اللي صاير في الكلية من أكثر من أسبوع تقريبا. شكرا لك على توصيل صوتك ورسالتك من برنامج العشية. تحياتنا. شكرا لك أخوي عمار. شكرا لك. شكرا تحياتنا لك. شكرا محمد. ونتمنى الموضوع هذا ان يعني منبوش نقول زي ما هو ذكر، يعني هم كطلبة مش معارضين القرار كونه لربما يكون لصالح الطالب اكثر ما يكون صح. لصالح للإدارة وصالح الى هيئة التدريس اللي موجودة في الكلية. ولكن يعني اللي فهمناه من محمد، واكيد احنا يعني في الحلقات الجاية حنتواصل زي ما قلنا مع هيئة التدريس او صح. المسؤولين عن هذا القرار، يعني صدر في 8/10 وطبق على أشياء أو إنذارات صارت قبل 8/10/2015. هم هذا اعتراضهم هنا هم. وفي قال لك بعض الطلبة اللي ما يعرفوش أصلاً إن عندهم إنذار، لأن الإنذار يجيك ب إحنا نقوله على البطاقة أو خطي. بالضبط، يجيك يا خطي يا على البطاقة اللي هي متجدد قيدك يكون مكتوب فيه. فهم ما يعلموش إن في إنذار أو نعطاهم إنذار، ويقولوا روحهم واصلين 3 إنذارات وبرا الجامعة. فهذه مشكلة كبيرة تواجه الطلبة، أو نقدر نقوله ما تمش مراعاة الطالب شوية. حاولنا اليوم نتواصل مع الدكتور أحمد زايد وكيل الكلية باش نحن يكون معنا ويرد على هذه أو على هذه الاعتصامات والتساؤلات الموجودة، ولكن الدكتور ما ردش على هاتفه، ممكن يكون مشغول. حنحاول نتواصل معه الأيام الجاية باش يحكي ويوضح أكيد وجهة نظر الإدارة والكلية. وعلى حسب قول أو قول يعني ما قال لنا الطالب قبل شوية بأن من 130 إلى 140 طالب تم فصله من كلية طب البشر، يعني رقم كبير عمار. نتمنى أن هم يحاولوا قدر الإمكان يتوجهوا لهذا الشباب والطلبة، خصوصا بأن عمار مروا بظروف صعبة في ليبيا. هل بقى أشخاص أنا بتأكد عندهم ظروف صعبة أكيد ما خشوش الامتحان ممكن عبثا، إلى جانب إن إحنا زي ما نقولنا إن القرار لربما يكون لصالح الطالب أكثر من صالح الله. وما ننكروش محمد إن في الأعداد الكبيرة اللي قاعدة تخش لكلية الطب البشري لابد إن فيهم ناس مش رغبتهم المجال أو مش رغبين المجال اللي هم خشوله، وفي ناس أكيد دون المستوى الدراسي. وبالفعل يعني الجامعة محتاجة إن هي تقلص العدد شوية، ولكن أكيد في 140 هادو في ناس رغبتها جدا وطموحها إن هي تكون دكاترة وتوصل أكيد لحلم حياتها. لهذا الموضوع أو لهذا الملف أكيد تكمل الحلقات القادمة باش نكتشفوا شن صار في هذا الموضوع. أكيد كل الكليات الأخرى مفتوح لها الأبواب في برنامج العشية عبر إيميله اللي هو عشية@218tv.net، يلي من خلاله ناخذوا قصصكم قضاياكم أفكاركم أو حتى وجهة نظر حابين نضيفوها لبرنامج العشية زي ما قلنا عبر الإيميل. حملة جديدة عنوانها لنتفق معا، شن هي أهدافها وشن هي الحملة هذه بعد الفاصل. حملة خيرية تدعو للتسامح والتوحد حتى يتوقف القتل والدم. في البداية نرحبوا بأحد أعضائها الأستاذ محمد بحيح. أهلا بك في برنامج العشية. أهلا بك سيد محمد سيد عمار، بارك الله فيكم. ربي يحفظك أستاذ محمد. في البداية قبل ما نشبحوا فيديو خاص بهذه الحملة، احكي لنا أكثر عن هذه الحملة وين وصلتوا فيها. والله زي ما ضابط احنا بدينا الحمله بزوج فيديوهات. الاول كان على المواطن انه هو كيف انه هو يكون جزء من التصالح والتسامح، وبعدين انتقلنا بمعنى كلمه حكومه، وحاليا لقينا تفاعل من الناس بالنسبه للفيديوهات، يعني كان في اعجاب فهمتني على الفكره بصفه عامه. فاستمرينا احنا طبعا في الموضوع وجهزنا زوج فيديوهات جديده، والحمد لله يعني حتى هم ان شاء الله يهدفوا لمصلحة المواطن وان احنا ننشر التوعية كمجتمع مدني يعني بصفة عامة. طيب استاذ محمد خليك معنا شويه، حنمشوا نحضروا احد الفيديوهات اللي قمتوا بها بخصوص حملتكم وبعدها نرجع نكملوا الحوار معاك. يلا.
قتل أي إنسان ما يوقفش على انتهاء حياته. هذا الإنسان عنده أب وأم وأخوة وأقارب، وهذا حيخلي كل العيلة تحس بالحزن والغضب على القاتل وعلى حتى كل أسرته وقبيلته. وأكيد مش حيوقف الموضوع هنا وبس، حيستمر للثار والانتقام اللي حينتج عليه إما قتل أو خطف أو تعذيب ناس تانية مليهاش أي ذنب، وتتكرر نفس العملية: قتل، حزن، انتقام. الإحصائيات من شهر مايو 2014 تقول إن أكثر من 4330 شخص قتلوا أو تعذبوا. علاش هذا كله؟ فتخيل كم حجم الكره والحقد والرغبة في الانتقام الناتج على هذا، وكيف حيكون الحال لو استمر هذا الوضع، وكم نحتاج من الوقت حتى ننسى خلافاتنا ونحب بعضنا من جديد. لنتفق الآن. هذا واحد من الفيديوهات الخاصة بمؤسسة لنتفق. نرجع لأحد أعضاء هذه المؤسسة اللي هو الأستاذ محمد بحيح. أستاذ محمد، في بعض الأشخاص المتشائمين في ليبيا لما يشوفوا حملة زي هذه يقول صعب أنها تغير من تفكير العديد من الأشخاص اللي ممكن زي ما شفناهم اللي هم ممكن يتعدوا على حقوق الآخرين أو ممكن توصل لمرحلة جريمة القتل. ففي رأيك هل فعلا هذه الحملات صعب أنها تغير الأشخاص أو لربما ممكن تغيرهم في 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 سنوات؟ والله هي العملية ما تقتصرش على الشخص نفسه، يعني الفكرة كلها بصفة عامة ثقافة ومفهوم عام. يعني اللي نحاولوا احنا نوصلوه ان هي ما تربطش انت اي حدث بحدث اخر ما ليش علاقه بيه. يعني زي الفيديو اللي شرحناه سوا مع بعضنا، احنا ملاحظينها في مجتمعنا انه هو صاير الموضوع هذا، يعني في موضوع دار وكذا ومشاكل عائليه تصير بسبب اخطاء العائلات نفسها ما لهاش ذنب فيها. فهذه واحده من الاهداف نتاع فيديوهاتنا، ان احنا نقولوا ان هي العمليه اللي صايره هذه راهي غلط، راهو بالقانون بالتفاهم، بالتفاهم ممكن تحل جميع المشاكل. يعني نقدر نقول بأن حملة لنتفق الآن هي كل الفيديوهات أو اللي حتقوموا به في خلال الحملة هذه حيكون كلها لنبد العنف، لرسالة سلام، أن الناس تتوحد، أن الناس ما عادش يكون في خلافات بينها. بالضبط، هذا هدفنا هو. وفي نفس الوقت إن إحنا ننشر التوعية للمواطن، أبسط وسيلة يعني ما يتعقبش ولا ما يبدأ يشبح في الحاجة هذه، وجايبينها إحنا تشبحها بالأسلوب الليبي في الطعم الليبي حتى في الكلام. أيه. فأي مواطن ممكن يستقبل المادة دي برحاب الصدر، وفي نفس الوقت يستفيد. يعني حتى بينه وبين نفسه يفكر يقول والله صحته مثلا الحاجة الفلانية اللي شرحه على هذه أنا كنت نحسبها بطريقة ثانية. ممتاز أستاذ. أستاذ محمد، في رأيك شن هي أبرز الأشياء اللي من المفترض أو يجب الاتفاق عليها الآن؟ والله نظرا يعني شغلنا احنا نحاول ان احنا الهدف كل شيء يكون ان احنا نتفقوا، ان احنا نتسامحوا، ان احنا نتصالحوا. فعندنا حتى فيديو ثاني حاولنا ان احنا نبسطوا فيه الحوار السياسي الليبي، ان هو علاش الحاجه هذه لازم تكون كويسه. يعني زي فيديو الحكومه شرحنا فيه ان شن دور الحكومه وحاجات، يعني كان المواطن انه مش فاهمها. صح. فهذه واحده من الفيديوهات تو اللي مدايرينها اللي هي على الحوار السياسي تشرح المفهوم العام نتاعها بحيث انه الناس تصمم الفكره. بما انك استاذ محمد حكيت على الفيديو الثاني فخلينا نمشي مع بعض نحضروه، وبعدها نرجع باش نكملوا باقي النقاش. الكل يعرف ان الاتفاق السياسي الليبي هو افضل حل في دينا. في ظل هذه الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه الخطيره اللي تمر بها البلاد. وهل بأكدوا إن عملي ومعقول ومش منحاز لأي طرف؟ إحنا فتحنا الاتفاق، قريناه وطلعنا منه ردود على هلبة تساؤلات. ردنا على الناس اللي تقول إن ضد مبادئنا الإسلامية، وقول لهم إن المبادئ الحاكمة تشرط الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع ويعد كل ما يخالفها باطل. ردنا على جماعة بيرجعونا للنظام السابق مذكور بالحرف إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي اتسم بها النظام السابق والتأكيد على عدم تكرارها. واللي يقول هذا اختراق للسيادة الوطنية،
الاتفاق يقول الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية. ونطمن يلي يبوا اتفاقات أخرى بأن نقدر نستعمل المادة 12 من الاتفاق ونغيره ونعده في الإعلان الدستوري وقت ما نبوا، لكن بشرط توافق كامل بين البرلمان ومجلس الدولة لندعم مستقبلنا المتحد. لنتفق الآن. نرجع للأستاذ محمد، شفنا الفيديو اللي كنت تحكي عليه قبل شوية اللي هو يخص الأزمة والاتفاق. أستاذ محمد، احنا شفنا الفيديو الأول اللي هو على القتل، الفيديو الثاني على القتل والطار، والفيديو الثاني على احنا نقوله حل الأزمة اللي احنا عالقين فيها في الوقت الحالي اللي هي عن طريق الاتفاق السياسي. شن حيكونوا الفيديوهات الثانية أو الخطوات الجاية؟ والله بالنسبة للاستراتيجية هذه اللي نشتغل عليها، احنا قاعدين ندرسه في الوضع اللي صاير راهن توا في البلاد، وعلى اساسها نطلعوا في مادة بحيث ان احنا نساعدوا نوصلوا نوع من انواع التوعية لها. يعني انت زي ما تشوف توا الفترة اللي فاتت كلها كانت الناس تدوي على الحكومة، اشتغلنا على المواطن نفسه وعلى الحكومة. الفترة هذه ان هي مشكلة شوية خلافات صايرة، احنا كمجتمع مدني حاولنا ان احنا نوصلوا فكرة عامة على المضمون، والقدام يعني حتكون دي مشروعنا عن المشاكل الراهنة اللي هي المواطن قاعد حاير فيها. ممتاز. الفيديوهات هذه اللي انتم قمتوا بنشرها اكيد مهمه حتى من ناحيه السوشيال ميديا، كون الشباب والعديد من الاشخاص يعني يمضوا في وقتهم اليومي على السوشيال ميديا على الانترنت بشكل عام، ولكن ماذا عن الشارع اللي موجود في الشارع، عن عامه الناس الموجوده في الشارع؟ هل فكرتوا في حملات في الميدان تنزلوا للناس ليهم في الميدان باش تحكوا معاهم وجها لوجه اكثر؟ والله هو بالنسبة للموضوع هذايا قاعدين نشتغلوا احنا والشباب، لان احنا طبعا مجموعة شباب طوعنا كان بشطة مجتمع مدني بس ان احنا نشتغلوا عليه الموضوع هذايا. لكن حتكون فيه ان شاء الله اخبار سارة على قناتكم، ممكن برنامج العشية ان شاء الله الاسبوع الجاي مرحبتين بك، تفاصيل اكثر عليه لنتفق الان، اللي هي ان شاء الله يعني الناس حيحبوا الشغل الجاي اللي حتشتغلوا عليه ان شاء الله. طيب سيد محمد بحيح احد اعضاء منظمه لنتفق الان، لو عندك رساله حاب توجهها للناس اللي تتابع فينا اكيد الهواء مفتوح لك. اول شيء نحب نشكركم على الاستضافه الرائعه. ثاني حاجه حاولوا نستمعوا للرساله اللي في فيديوهاتنا، احنا شغلنا كله نبغى نوصل المواطن البسيط، حتى اللي يشوف الفيديو مثلا في على السوشيال ميديا ولا على التلفزيون يحاول ان هو يوصله للناس الثانيه، يدير له مشاركه، لان الافضل ان هي الكل يستفيد مش انت كشخص. صح، يعني انت ما تعرفوش ان المشاركه هذه اللي حديروها ممكن تنفع شخص واثنين وعشره ومئه. فنتمنى ان الناس كلها تتابع معنا فيديوهاتنا ويحاولوا يفهموا الرساله اللي بنوصلها ويعاونونا في نشر الرساله هذه. تحياتنا لك أستاذ محمد بحيح، أكيد أحد أعضاء منظمة لنتفق الآن، تحياتنا لك وشكرا على شغلكم هذا النبيل. ونتمنى عمار يعني زي ما ذكر إن في السوشيال ميديا أو على الفيسبوك على تويتر وما إلى ذلك، نحب الناس أنها تشارك أشياء إيجابية، أشياء يعني ما بيش نقولها من باب المثالية بصراحة. لا، لكن أنا مسؤول مثلا على صفحتي، تقدر تخش لصفحتي وتشوفها قدر الإمكان، لما نجي نشارك شيء إيجابي. إيجابي أوكي بالزبط. طيب اللي بيحكوا على السبق الصحفي وبيحكوا عن الأشياء والتفجيرات والمشاكل أكيد هذا شغل صحافة، لكن أنت كمواطن ليبي بسيط تأثر على اللي حواليك بشكل كبير. صح، كل ما أنت صح تدير شير مشاركة لأشياء إيجابية صدقني في هلبة أشخاص حيتأثروا حواليك. وللناس اللي احنا نقوله تنزل في أشياء باش هي تحصل لايكات أو تحصل إعجابات أو شيرز لصفحاتهم، وهي أشياء هذه ممكن تكون غلط، ممكن تكون مش موثقة مش حقيقية وتساهم في احنا نقول الفتنة والإشاعات وإيذاء الناس، صدقوني أنتم ممكن في الوقت الحالي تقولوا أنه ما يضرش البلاد وبالعكس أن صفحتكم حتنشهر وحيزيدوا المتابعات، بس صدقوني تساهموا في ضرر للشعب، ضرر للناس، تنشروا في العادة السيئة اللي هي احنا نقولوا أنه يبدأ كل حد يحب ينزل الحاجات هذه في صفحته وما فيش لا رقيب ولا حسيب. ومن غير مسألة عمار منظومة القانون اللي موجودة في الدول المتحضرة، الأشخاص اللي ممكن ينزلوا بوست كاذب عن شخص أو يضر شخص أو يتهم شخص أن هذا الشخص يعاقب قانونياً،
على الأقل ناخذ منظومة الأخلاق اللي مفروض تكون موجودة في ليبيا، ونتمنوها تكون منتشرة عند كل حد وكل بيت بإذن الله. لأي حد حاب يشارك في برنامج العشية عبر الإيميل اللي هو عشية@218tv.net، يلي من خلال هذا الإيميل ناخذ أفكاركم، قصصكم، لو حتى عندكم حملات زي حملة لنتفق الآن أكيد مكانها في العشية. مشروع زمني جديد للأزياء الشعبية وحتى احنا نقوله للصناعات المحلية بعد الفاصل. مشروع فكرة بنتين ليبيات خاص بالصناعات التقليدية الليبية، أولا لإحياء الثقافة، وثانيا كمشروع صغير يكون مصدر دخل لهالأفكار المبدعة. البنتين هما نجوى شكري وإيمان معبد. في البداية نرحبوا بنجوى شكري، وهي واحدة من البنتين هادو اللي فكروا في هذه الفكرة. مساء الخير نجوى. مساء الخير. مرحبتين بك في العشية. أهلا وسهلا نجوى. لما نجو نشوفوا الاسم زمني وجديد، كيف جتكم فكرة الاسم؟ أول شيء لا أخرج مرسلنا فكرة جديد، هي كيف فاتوا أنا أخذت في إنا صعبت، كانت فكرة بسيطة جدا وكل كبير، بس هذا فتح الفرصة اللي هي فتح مصدر بالدولة. هو الصوت فيه مشكلة شوية، لو حاولي توقفي في تغطية أكثر. طيب التصاميم اللي أنتوا تنتجوا فيها، اللي ممكن بعضها نشوفوا فيها على الشاشات وحنشوفوا فيديو تعريفي بسيط عنكم، التصاميم اللي أنتوا تشتغلوا عليها هل هي تصاميم جديدة مستحدثة أو هي تصاميم قديمة نفسها تحاولوا تعاودوا وتحيوها من جديد؟ طبعا هو في ضمن جديد كولكشن، التصاميم بتاعنا هي تقليدية في الأصل، و معتمدين على أساسها في من النقوش، يعني من النقوش وثقافات المدن الليبية ككل. فأضفنا لها اللي هو الطابع العصري بحيث تكون عملية أكثر، ويعني تكون أسلوب حياة. يعني هل نقدر نقوله شبيهة شوية بتصاميم الأستاذة ربيعة مبركة؟ مش كنفس التصاميم، لكن نقصد نفس المجال اللي هو دمج الليبي والتراثي مع الحديث. اي بالضبط. هو هذا اللي صار، ان احنا من فتره قعدنا نشوف انه صار في عزوف على اللبس زي الليبي، صار في يلبسوه بس في المناسبات والاعراس، فاحنا نبغوا يرجع اللبس الليبي كلبس يومي نتميز به، لان احنا نشوفه في ان زي الليبي هو اجمل زي ونفتخر به. أكيد أكيد. طيب إحنا عرفنا بأنكم شاركتوا في معرض طرابلس الدولي وكان عندكم جناح، هل تحكينا على هذه المشاركة؟ هذه المشاركة طبعا كانت أول مشاركة لنا، كانت دعم من وزارة السياحة، طبعا وجهوا لهم الشكر، وطبعا لقينا أقبال كبير واستحسان من الموضوع وتشجيع من الناس كتصميم وكمشروع قاعد في بدايته. كيف كان دعم وزارة السياحة؟ شو شكل الدعم اللي قدموه لكم؟ دعم اللي قدموه لنا ان هم اعطونا كورنر في الجناح بتاعهم، اتحنا الفرصه ان احنا نعرض فيه تصاميمنا. حلو. طيب بخصوص هذا المعرض او هذا الجناح اللي انتم كانوا فيه عندكم منتجات، احكينا على المنتجات اللي قدمتوهم في هذا الجناح، بعد اكيد حنشوفوا فيديو تعريفي بسيط انتم من انتاجكم، احكينا على المنتجات اللي قدمتوها في الجناح، شن هي؟ المنتجات بتاعنا اللي هي عندنا حقائب زي الحقيبة اللي هي مستوحاة من الشنة بحداتها، عندنا أحذية مستوحاة من زي الحرير الليبي واللي هو بنقشات المختلفة من جميع المدن، عندنا أيضا الفراشية اللي دخلنا عليها الخرج بتاع البرامل اللي هو تطريز احنا في هنا ليبيا نقوله له خرج، والخرج هذا الرجالي والخرج البدلة الكبيرة الفضة. حلو. طيب خليك معنا نجوى، حنمشي نشوفوا فيديو يوضح بعض الاعمال اللي انتم قمتوا بها والنشاطات، وبعد نرجع نكملوا باقي الحوار ونعرفوا شو هي زمن جديد. موسيقى
نرجع من جديد لنجوى شكري، هي واحدة من البنتين اللي فكروا في هذا المشروع اللي هو زمني جديد. نجوى، نبي نسألك، يعني أنتوا ذكرتوا في صفحتكم أو ذكرتوا حتى في هذا الفيديو البسيط بأن أي شخص يختار لون معين، فكرة معينة، تقدروا تطبقوها له. طيب كيف حيتواصلوا معاكم الأشخاص وكيف توصلونهم هذه الأشياء؟ طبعا هذا شيء نتميز به، ان احنا عندنا خصوصيه للشخص اللي يطلب تصميم معين لنفسه، نقدر نلاقوه له حسب رغبته، ويقدر يتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك او ارقامنا. حلو، حلو. طيب الرساله من هذا المشروع لكل مشروع او لكل ناس شباب حابين يديروا مشروع معين عندهم رساله يبي يوصلوها، شنو هي رسالتكم؟ رسالتنا من هذا المشروع ان احنا نطرح تصميم او ككل تصميم ككل يناسب إيه؟ ان احنا نطرح تصميم او لباس إيه؟ راقي يناسب الليبيين ويتميز به بين جميع دول العالم. نجوى شكري، نشكروك هلبة، وحنمشوا ننتقلوا لزميلتك إيمان معبد اللي كانت معاك في نفس زمني جديد. رحبوا بيك إيمان. طيب حنحاولوا نتواصلوا توا مع إيمان اللي هي إيمان معبد زميلة نجوى في هذا المشروع. عمار، طبعا المشروع اللي أنا توقعتهم طبعا قعدت مع بعض، فهذا علاش قلت ننتقلوا لإيمان، بس شكلها بعيد عليها. المشروع يعني فكرته حلوة. احنا مؤخرا شبحنا ان في موجه جديده من الشباب ان هم بدوا يحيوا في الزي، سواء بطريقه المنتديات، المؤسسات، اليوم العالمي للزي الليبي. هذو فكرتهم بانهم هم يحوروا بعض الاشياء اللي هو زي ما شفنا مثلا الشنم دايرين منها شنطه نسائيه، فهم يحاولوا يبتكروا افكار من خلال هذه الاشياء، من ان ترجع لزي زمان، ومن ان هم يكونوا شويه فاشن احنا نقولوا مع الموضه الجديده. وحلو محمد ان نشوفوا دمج بين الحاجات التراثيه الليبيه والازياء العصريه، لان فيها البنات مثلا بعض المناسبات تقدرش تلبس فيها مثلا الزي الليبي، مثلا بعض المناسبات، فتضطر انك انت مثلا تلبس حاجه فيها لمسه ليبيه او قماش ليبي او زخرفه ليبيه، حتكون لفته جميله. ننتقلوا لايمان معبد، نرحبوا بها، اكيد احدى مؤسسات مشروع زمني جديد. مرحبتين بك إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام إيمان. إيمان، قبل شوي كنا نحكوا مع نجوى، إن شاء الله ما كناش كملنا كل الفكرة بتاع المشروع لأن زال عندنا أسئلة تانية. أوكي تمام، تفضل. نبغى نسألوك، يعني مشروعكم ما زال على الإنترنت، فهل بتديروا محل أو فرع أو مكان، ولا حيكون مجرد على الإنترنت وأنتوا تقوموا بخدمة التوصيل؟ طبعا حاليا احنا عندنا فقط خدمه توصيل وتواصل على الانترنت وعلى التليفون، بس باذن الله في الفتره القريبه الجايه باذن الله حيكون عندنا محل ومكان معين، وحيعرف طبعا الزباين حاجه هي بتواصل معنا على التليفونات وعلى صفحتنا على الفيسبوك زمني جديد. حلو. إيمان، في الوقت الحالي أنتم مشاركين في معرض طرابلس الدولي، أنا حاب نسألك كيف كان إقبال الناس؟ هل كان في ناس، هل بعتوا بعض القطع في داخل المعرض؟ هل جتكم طلبيات؟ كيف كانت ردة فعل الناس وإقبالهم؟ طبعا الحمد لله، طبعا بفضل الله أولا وأخيرا، طبعا كان في إقبال كبير من الناس، كان في قطع تم بيعها، في طبعا طلبيات على الانترنت قاعده تجينا، وحاليا حتى طلبيات داخل المعرض يجيبوا يرجعونها لليوم الاخير او ما قبل الاخير ان شاء الله. وان شاء الله ممكن حتى فيه تعاقد مع محلات بتاع ديكور مناسبات، وممكن محلات بتاع انظفه تقليديه ان شاء الله. حلو، حلو. كونكم بنتين يعني وصغار في السن، يعني شابات وخاشين على مشروع يعتبر المشاريع الصغرى وربما تكون حتى مشاريع المتوسطه في المستقبل، يعني هل صعب تطبيق هذا المشروع اليوم في ليبيا ولا كان سهل بالنسبة لكم إيمان؟ طبعا زي ما معروف أول خطوة دائما صعبة، دائما يكون فيها تعثر، لكن الحمد لله يعني بفضل الله وقفنا على رجلينا ووجدنا صعوبات في البداية هلبة، لكن الحمد لله طبعا بفضل الله أولا، ثم بفضل عائلتي طبعا ووالدي العزيز، بفضل عائلة نجوى وعلي أخوها وسلمى، وبفضل اصدقائنا وزملائنا الحمد لله. يعني ربي حلو. شنو هي اهم الصناعات اللي حتركزوا عليها؟ هل هي مثلا نقدر نقولوا الالبسه، مثلا الفساتين، الاحذيه، الحقائب، او هي قطع ديكور؟ على شنو اكثر شيء تركزوا عليه؟
طبعا التركيز بالدرجه الاولى حيكون على اللباس سواء للرجل او للمراه الليبيه اللي يبرز الهويه الليبيه. وبعدين عندنا بدرجه ثانيه مكملات اللباس اللي هي زي الاكسسوارز زي الشوز الحقائب. وبعدين عندنا طبعا ديكورات المنازل ديكورات الافراح وحتى الديكورات البسيطه زي كوفيتي زي الشوكولاته بطاقات الدعوه ايضا عندنا ديزاين لها حاجه زي هيك يعني. حلو جميل جدا. نصل لسؤال مهم هو مسألة الأسعار. احنا ما نعرفوش هل أنتم قاعدين في مسألة العرض فقط ولا بديتوا تبيعوا، ونبغى نعرفوا يعني هل أسعاركم منافسة لبعض المؤسسات الثانية أو المصممين الثانيين أو أسعاركم شوي غالية؟ طبعا بإذن الله حتكون أسعارنا منافسة لأن احنا زي ما نقول نقدر نقول بنبيع براسناها يعني، المهم نشوفوا الناس يلبس لا عادي مان أكيد مش برأس مالها عاد أكيد فيها شوية مكسب. والله مكسب بسيط يعني ممكن بس على شغل اليد لكن زياد يعني القطع أسعارها مناسبة جدا وفي متناول الجميع. حلو ممتاز. طيب حلو هلبا، احنا حنسالوك اذا كان في الفتره الجايه حيكون في معرض ثاني او ممكن حتى هل فاكرين نديروا بوتيك او محل خاص لكم؟ معلش على السؤال، في الفترة الجاية هل حيكون في معرض تاني حتشاركوا فيه أو ممكن حتى هل حيكون ليكم محل أو مقر يقدروا الناس يزوروكم ويشتروا منه؟ طبعا جتنا دعوات أكثر من دعوة لمعارض وبازارات وبإذن الله حيكون عندنا محل هذا كله حنعرضه على صفحتنا على الفيس والزباين يقدروا يتواصلوا معنا بالتليفون. وتعرف الانترنت خلى العالم كلها قريه صغيره يعني كل شيء يوصلهم باذن الله. صح مزبوط. من خلالك ايمان اليوم نبوك توجهي تحيه لفريق العمل اللي اكيد مشروع طالما نجح اكيد في فريق عمل، احكي لنا عليهم ووظائفهم ووجهي لهم يعني كلمه. في جنود مجهولين خلف الكاميرات طبعا مصورين اصدقائنا من الاسره تشجيع من العائله من الناس العامه هذا مجهولهم اكثر تحيه يعني. طبعا قناة 218 اللي أتحدثنا في وسط هذه إن تكلمنا وعرضنا شغل زي هذا ومفروض بصراحة كل القنوات يدعموا التراث الليبي. أكيد أكيد هذا واجب إيمان. أيضا وزارة السياحة اللي أعطتنا جناح عرضنا فيه المنتجات بتاعنا. نشكرك هلبا إيمان أكيد وبنطلب منكم طلب أن ديما تقعدوا أصحاب وتكملوا في المشوار مع بعض لأن ديما لما تختلفوش. بالضبط ديما لما يبدا في اثنين في اي مشروع ويكملوا مع بعض ويستمروا مع بعض اكيد كل الابداعات واللمسات الخاصه لكل واحده منهم حتضيف على المشروع اكثر من لما ينفصلوا ويبدا كل واحد يكمل طريقه بروحه. لكل واحد في هالحياه فكره وكل واحد عنده رساله حاب يوصلها بطريقته الخاصه، ولكن من خلال برنامج العشيه طريقتنا معروفه وسهله واللي هي عبر الايميل عشيه@218tv.net. رياضه العشيه بعد الفاصل. كروسفيت بطولة جديدة في ليبيا حنكتشفوها مع الزميل إبراهيم الحوتي ومواضيع ثانية وفيديوهات ثانية. أكيد محمد مرحبا بك محمد وعمار. أهلا بك في العشية. أهلا بك عمار، طبعا نحن بعد رجعتك بالسلامة ونحب نهنيك على وجودك في طرابلس أيضا المسابقة اللي قدمتها. الله يسلمك بارك الله فيك. طبعا اليوم كيف ما أنت نوهت رياضة جديدة الكروسفيت تعتمد على اللياقة والقوة. طبعا اللي قايمين بها شباب لاعبي الركبي في بنغازي منافسه يعني بيناتهم. قبل ما نحكوا عليها بالتفصيل نشوفوا الفيديو، شو رايكم شباب؟ يلا شوفوا الفيديو.
هي رياضة منتشرة في العالم كروس فيت، ولكن لأول مرة بطولة في ليبيا. طبعا محمد حابين نشكره اللي قايمين على هذه اللعبة، ونشكر المصور أكيد زياد الكديكي. طبعا نشكره، تحية لك زياد. بالإضافة إلى حتى شباب ركبي طبعا ناشطين، هم طبعا مجالاتهم حكينا حتى عليهم من قبل في مشروع ركبي 2018 في كثير من المحافل اللي هم يقدموا فيها، وبصراحة يقدموا في مستويات مميزة. قبل ما ننسى الأسماء اللي قايمين، الشباب اللي قايمين طبعا أسامة سيد، بالإضافة إلى عبد الله كابتن أسامة وعبد الله وكابتن عبد الله سامبا والكابتن حمدي شكير، نوجه لهم تحية أصدقائي، وان شاء الله ديما نشوفوكم في تقدم وتقدموا لنا الجديد. خلونا نحكي يعني نقدر نقول ان الكروسفيت لها علاقه بالركبي كتدريب؟ لا، هي ما لهاش علاقه. الركبي لازم يكون طبعا شويه ورك اوت ستريت، طبعا 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 الأوزان. طبعا لاعب الركبي لازم يكون متكامل، لانه كيف يعني يتميز باللياقه العاليه وبالقوه العاليه في نفس الوقت، الاثنين كبيره. طبعا طبعا ان الصدمات دائما يتعرض لها اللاعب الركبي، لازم الصدمات تكون قويه وقويه جدا. صح. طبعا اللياقه البدنيه والاحتكاك بين اللاعبين متوفر بشكل مش طبيعي في لعبه الركبي، خاصه طبعا موضوع كروس فت مش لها علاقة بالركبي خصوصا، ولكن هو له علاقة في بنغازي. شباب أو لاعبين الركبي في بنغازي هم اللي أقاموا نفس البطولة. هذه البطولة، فهمتني؟ حلو. فهم طبعا دائما ناشطين، دائما بصراحة يبهرون بأفكارهم الجميلة الشباب. هي حتكون يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في ملعب كرة اليد في نادي الأهلي بنغازي. حتكون البطولة يوم واحد. يوم واحد المشاركين حيكونوا كلهم من شباب الركبي، ولا حيكون في مشاركين من كلهم من شباب الركبي؟ إيه؟ عشر مشاركين فيها. طبعا احنا نعرف، وخلينا نشرح شويه الكروسفيت، تعرفها اكيد يا محمد. اكيد. طبعا هي كل عضله تلعب على حده، وبيحسبوا النقاط على كل وزن. يعني مثلا تلعب عضله الصدر، بعدين بطريقه كمال الاجسام عضله الصدر، بعدين إيه؟ عضله الافخاد، وبعدين عضله كده. طبعا انتم الاثنين خبره في الموضوع هذا يعني لكن مش كروسفيت مش خبره، ولكن مارسين لعبه كمال الاجسام. في كل طبعا هي يعني يحسبوا لها عدد الوزن ومع عدد المرات اللي يلعب بها. نعم، مع عدد النقاط، وفي الاخر اللي يفوز هو اكثر نقاط اكثر من اللاعبين. احنا طبعا حلقه امس حكينا مع زميلنا مهند بان في رياضات بدها تطلع جديده في ليبيا. حلو. اليوم ثاني يوم لقينا رياضه جديده او ظهرنا رياضه جديده. طبعا هذا الابداع من الشباب، وهذا اللي نرجو. يعني اللي احنا لو بس تهدى البلاد وتركها حنشوفوا ابداعات افضل وافضل من هيك بكثير. شباب ليبيا دائما ناشطين ودائما اصحاب مواهب في كل المجالات وفي كل الرياضات. اللي تبعوا فينا من مدينه بنغازي، هل ممكن تعود لنا الموعد بالتوقيت وباليوم باش يمشوا يحضروهم في بنغازي؟ ان شاء الله. ممتاز محمد. يوم الجمعه ان شاء الله في ملعب كره اليد في ملعب الاهلي بنغازي في الزيتونه في بنغازي بالتحديد. حلو. معروف طبعا معروف طبعا الاهلي، ملعب الاهلي بنغازي الفريق العريق. طبعا حيكون يوم الجمعه، يوم واحد هي المباراه، حيكون يوم 8 ابريل. تبدا من الساعه 4 مساء. ولكن في تحديد اكثر على الوقت تقريبا، حناكد حتى على الشباب. احنا نوهنا عليه امس في برنامج جيم، ولكن ان شاء الله يوم الاثنين القادم حتكون في تغطيه شامله على البطوله، وحيكون معنا ممكن اسامه سيد، كابتن اسامه سيد بخصوص الموضوع. حلو حلو ممتاز. هلبة معناها لكل الناس اللي حابه تتابع البطوله هذه اللي مش موجودين في بنغازي يتابعوا حلقه جيم الاسبوع الجاي. اكيد اكيد عمار، وانا متاكد انه حيقدموا الاضافه الشباب وحيعطونا شكل مميز علي شباب ليبيا، وحتى يعني 218 خاصه بها يعني اهتمت بهذا الحدث وهذه البطوله، خاصه لانها شكل جديد كيف ما نوهت انت عمار ومحمد، انه شكل جديد وحلو ويعطينا صوره مميزه لشباب ليبيا وكيف هم قادرين يعني يتحدوا كل الصعاب. وبنقول لك على معلومه مهمه ابراهيم، يعني انا عندي هلبة اصدقاء مش ليبيين عايشين برا ليبيا، يبعثوا لي مرات في شير لفيديوهات في ليبيا لرياضيين وموهوبين، يقولوا لي مش عارف لما نشبحوا الفيديوهات هذو نحسوا ان ليبيا امورها تمام، نفتح النشره نلقى عندكم مشاكل. صح. كيف عندكم ناس يعني هذه الحقيقة، الحياة بأن فيها جانب هيك وجانب هيك. لو الناس هادو وقفوا ما داروش مسابقات وما داروش ألعاب، يعني البرة حيحس أن ليبيا دمار وليبيا ما عاش فيها أمل وما فيش ولا واحد حيرجع لها. صحيح، تصديق على كلامك. طبعا كل الشباب في ليبيا في كل المجالات يقدموا في إضافة وإضافة جميلة جدا في كل المجالات، ولكن نحن نختص بالرياضة خاصة لأنها فقرة رياضية. بصراحة شباب الركبي قدموا في مستوى مميز، أنا شفتهم عن قرب كيف يقدموا، شفت حتى بداياتهم. بدايتهم اكيد طبعا كاي بدايه بتكون ضعيفه شويه، ولكن صح. ابهرونا ب علي استضحك
لا ضحكت على جمله البدايات، عندي معها قصه. عندك معها قصه اكيد احكي لك حاجه انا بدايات عموما. لكن بصراحه يقدموا في مستوى مميز جدا، يعني بصراحه ابهرونا بافكارهم الجديده في كل المجالات. يعني بصراحه كل ما نشوف يقدموا في شيء او شوف حتى تدريباتهم، يعني لما شفت تدريباتهم في بنغازي بكل اخلاص وبكل يعني لياقه عاليه وقادرين ان هم يثبتوا شيء، وان شاء الله حيثبتوا شيء مهم 2018. فيه حتى في 2018 شيء حصري لنا، بس مش حنقوله توف، هي مفاجاه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله مجتهدين ل 2018 طبعا. يعني شوف تفكيرهم يجهزوا في فريق من الان مشروع ركبي. لا نحكي 2018. على الحصري 2018 2018 هي مشروع ركبي، نحكي على مشروع ركبي 2018. حيكون في 2018 في شيء يعني حصري ان شاء الله اللي هم قاعدين يرتبوا له من توا، ولكن نحن نرجو في الفرصه المناسبه. حتى هم بعد ما حكينا لهم ان نحن نضيعوا هذا الخبر الحصري، ولكن هم قالوا لنا هم يرجوا شويه، وهذا من صالحهم اكيد. شو مجهز لنا ثاني اليوم ابراهيم؟ فقره كي لايت جميله، كيف تلعب كره القدم في ملعب غير مستوي تماما، يعني كيف غريبه رهيبه جدا. بس ان شاء الله ما يكونش مايل من مرمى للمرمى، تو تشوفها كيف ما اوكي. يلا نشوفه ونرجع. لما يكونوا لاعبين قدامى، لان محتاج مرونه، اربطه القدم كده بتصير الامشاط، احنا نقولوا بتصير فيها اصابات. الملعب مايل، هي تصديق على كلامك طبعا. ما قلت كره، قلت كروس خاصه كيف ما انت نوهت، يعني ملاحظه سليمه عمار، ان هم يعني كبار في السن الواضح، وهم فعلا لاعبي المنتخب الانجليزي القدامى. ولكن طبعا هم يحبوا يجربوا اي شيء جديد، ولكن الملعب هذا موجود في بريطانيا ويلعبوا عليه، وفي حتى بطولات عليه. بصراحه انا مفارقه عجيبه هم اللي يديروا فيه، وشيء صعب صعب جدا. احنا شفنا معاك مره قبل اللي هم يلعبوا بالكوره وهم فصد كور، ونحن وانت وعدتنا نحن نلعبوا هنا، لكن ما صارش شيء عموما. بس اكيد حنلعبوها ان شاء الله. لكن كيف ما شفنا الفيديو محمد، بصراحه كيف ما نوهت انت، يحتاج الى ارض، يحتاج الى لياقه بدنيه كامله، مرونه وشفنا حتى المهاره. طبعا هم لاعبين قدامى، شفنا المهاره اللي لعبها بالكعب، رفعها للزميل الثاني مع انها مايله. نحن جربناها في الزرادي دائما، في لما تكون الارضيه نلعب على جبل، لكن مش هيك، هذا تحسها مصمم لانك تلعب هيك. بصراحه صعبه صعبه جدا، ولكن هم يعني ابهرونا ومتعونا اكيد. شو تحكينا اليوم على مباراه الاهلي؟ مباراة الأهلي مباراة طبعا مهمة، وقدام أسك ميماموزا الإفواري، ولكن محمد، هو الأهلي طرابلس اجتاز المرحلة الصعبة، وهي مرحلة الهلال السوداني. حتى أمس كان المعلق محمد بركات نوه لي على نفس النقطة، وأكد لي على نفس النقطة. أسك ميماموزا فريق طبعا كبير تاريخيا، ولكن حاليا يمر بفترات صعبة. لازم من الأهلي في دوري 16 يفوز على فريق أسك ميماموزا عشان يتأهل لدوري المجموعات. ولكن إذا لا سمح الله خسر فريق الأهلي، مش حتكون هذه النهاية، حيمشي لكأس الاتحاد الأفريقي في دوري المجموعات فيه، وإن شاء الله يقدم الإضافة. نحن المطلوب من الأهلي إن شاء الله يقدم الإضافة قبل ما نجي شوية. المباراة ما زال ما انتهت مع ريانا، مباراة ودية في تونس، والخبر الجميل أن طارق التايب لعب أساسي في هذه المباراة. حلو، لازالت النتيجة إن شاء الله يكون تمهيد. بصراحة طارق هو حتى في لقاء الأخير
قال أنا جاهز بدنيا يعني ونلعب، ولكن الخيار الأول والأخير لجمال بن نوارة. طبعا جمال بن نوارة مدرب قدير، أثبت مستواه في مباراة الهلال، قراءته للمباراة كيف أنه هو قدر بصراحة يتعامل مع كل مباراة مع الهلال السوداني ذهابا وإيابا حسب معطياتها وحسب معطيات اللعبة وحسب قوة وضعف فريق الهلال. فريق الهلال لعب عليه معلش عمار كلامك، فريق الهلال لعب عليه خط الدفاع، لأن وضحنا في فريق الهلال السوداني عنده خط دفاع كثير كثير ضعيف جدا. هذه نقطة ضعف فريق الهلال، وهذه اللي لعب عليها جمال بن نوارة، بصراحة قدم مستوى مميز وشرف الكرة الليبية. من التوفيق لنادي الأهلي في المباراة الجاية، وشكرا لك إبراهيم على الفقرة المميزة اللي جبتها. العفو عمار. المباراة الجاية بنلعبوا المايل الأرضية إن شاء الله. إن شاء الله طبعا زي ما لعبنا بتاع إن شاء الله. إن شاء الله نلعبوا إن شاء الله. تحياتنا لك إبراهيم، شكرا. أكيد عمار لكل من حاب يتواصل معنا، أكيد يميل برنامج عشية 218 tv.net تبعتولنا عليه، ما تترددوش، وأكيد حتكونوا ضيوف معنا في العشية. بعد الفاصل عالم السيارات السريعة، خلوكم معنا. سباق السرعة وسباق احنا نقوله الرياضات الميكانيكية، أنواع مختلفة، درجات نارية، فورمولا 1 وغيرها من الرياضات منتشرة حول العالم وليها أبطال. نرحبوا بأحد أبطالها، محمد تيسير، أكيد اللي هو بطل سبيد تيست أو سباق السرعة على مستوى الشرق الأوسط، وخدير رقم واحد في بطولة سلطنة عمان. أهلا بك. مساء الخير، كيف مرحبتين بك. يعطيكم الف عافية. البداية الكأس قدامك، شعورك وإحساسك لما فزت الترتيب الأول؟ أول شيء مسيكم بالخير، بشكر التلفزيون الليبي على استضافتي، وبصراحة شعور كثير حلو، يعني الواحد بيفتخر أول شيء إنه يكون بين أبطال خصوصاً بالشرق الأوسط يعني، واللي أحلى من هيك إنه بيرفع اسم بلده بين البلاد. أكيد. توقعت المركز الأول لما كنت تحضر في حالك وفي التدريبات؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين. دائماً أنا بحب يعني المركز الأول يعني ما يروح مني، فيعني دائما عندي المتابعة، بشتغل على الأمور، بشتغل بالتكنيك، برسم خطة بمشي عليها على أساس إنه إن شاء الله دائما إنه يكون المركز الأول. حلو، كويس. طب إحنا عندنا في ليبيا هلبة محبين لرياضات الميكانيكية بشكل عام، وأيضا يعني سباقات السرعة، لكن لما نسمع سباقات السرعة نحس في خطورة دائما مع كلمة سرعة. صحيح. فأحكينا على الخطورة هذه. هي خطورة، يعني أنا بحكي للشباب، بوجه رسالة من عندكم للشباب، إنه الخطورة موجودة بالشارع، إنه اللي ما يعني اللي حاب يطلع طاقاته ما يطلعها بالشارع، يعني قدام الناس، قدام بالشوارع العامة، في حلبات خاصة إحنا تهذبنا بالشارع لأنه طلعنا طاقاتنا وكل إشي داخلنا متفجر، كل شاب عنده طاقة من داخله تتفجر، مرات بيعمل حادث بالشارع، بيعمل أي كارثة بالشارع. صح. الله يسلم الجميع إن شاء الله. بس بالحلبات أمان كامل، وسيارة فيها أمان، والسوتس أمان، ولبستك كل شيء فيه أمان، يعني نقدر نقوله بأن اليوم وصلت السباقات السريعة لدرجة عالية من الأمان. طبعا. طيب البطل محمد تيسير بطل الشرق الأوسط، حنمشي نشوفه فيديو يوضح للناس اللي قاعدة تتابع فينا حنقوله الموهبة والقدرة والبطولة اللي وصلت لها. خلينا نشوفه هذا الفيديو ليك وأكيد راجعي. Thank you.
إضافة إن اليوم منورنا بطل الشرق الأوسط محمد تيسي، إضافة على أنه هو بطل حتى الأردن، أنه صاحب أسرع رقم قياسي في الشرق الأوسط. صحيح. صحيح. كم كان الرقم القياسي؟ صار عندنا السباق اللي صار بسلطنة عمان، طبعا بوجه لهم شكر من قناتكم لسلطنة عمان والجمعية العمانية، بصراحة يعني كثير استقبالهم كان حلو للضيوف كلهم اللي موجودين بالشرق الأوسط. البطولة كانت عبارة عن بطولة دول، يعني متسابقين من كل دولة أفريقيا. الفريق عبارة عن 3 سيارات، فاحنا كنا 3 سيارات والافريقيا الباقي كلها 3 سيارات، فريقنا 3 سيارات، انا كملت، السياره الثانيه اللي معي كملت، السياره الثالثه صار فيها عطل ما كملت. فكفريق دوله احنا اتنحينا من هاي البطوله. واخذوا المركز الاول كبلاد اللي هم عمان، بوجه لهم الف مبروك لهم. بس بالمستوى الفردي على الجميع اخذت اسرع متسابق عليهم كلياتهم، وكان اقرب واحد علي 7 ثواني بعمان. هذا اقرب 7 ثواني طبعا في السرعه تعتبر رقم كبير. طيب لما نجي نشوف السياره اللي كنا نشوفها فيها اللي كنت راكبها، هي سياره خاصه صح؟ صحيح. زمان انا بلشت بالسباقات بسنه 2008، كنت يعني قبل 2008 كنت اروح جمهور زي اي شاب يعني. فما يفكروا اللي عم بيحضرونا انه خلص الواحد بنخلق فلوسه معاه وكل شيء معاه، ما كان معي اي شيء، كنت اروح واتفرج جمهور زي اي حدا موجود. بال 2008 كان اول مشاركه لي على سياره شارع، يعني سياره من ستريت زي سياراتنا هاي، يعني زي سياره اي سياره تكون ركبها. كان معي عادية وقتها يعني. كان معي وقتها هوندا سيفيك، سيارة عادية جدا يعني. فوقتها أخذت أول كأس مبتدئين، فكان يعني بصراحة أحلى كأس أنا أخذته. والسيارة عادية، سيارة عادية بس كأس مبتدئين، إنه أنت لسه أول مرة عم بتعمل ريس يعني. بعدين شوي صرت أطور في حالي. كيف طورت حالك؟ هل كان في دورات ولا الواحد بس بالممارسة؟ دائما أمارس هذا الموضوع بس بالحلبات المرخصة. فنادي السيارات الملكي من اللي انا عم بروح وعم بتدرب عندهم طلعوا لي رخصه FIA اللي هي هاي، انا بقدر اسابق في اي دوله في العالم. هاي FIA هاي عالميه. بعدين بال 2014 الحمد لله اجاني سبونسر، يعني احتضني السبونسر، بوجه له شكر، هي من اكبر الشركات مجموعه المناصير. وتم بناء سياره كامله لإلي بالكامل من الـ A الى Z، متخصصه بس لسباقات السرعه، ومش ناقصها اي شيء. والحمد لله مع الخبرات اللي انا عندي صدرت بطوله 2014، واخذت بطوله 2015 بطل الاردن، و2016 خلصنا سباقين وانا متصدر البطوله لغايه الان. اكيد كل التوفيق لك. حنرجع معك وحنحكي معك اكثر، وحنا زي ما ذكرنا بان في ليبيا عندنا هلبة محبين للسرعه وهلبة محبين للرياضات الميكانيكيه اللي بمختلف انواعها. بس نبغى نقول للناس بان حنعرض تقرير يحكي عن مجموعه مختلفه من الانواع، منها سباق السيارات، وحيحكي عن سباق سيارات في ليبيا سنه 1930. واو. فلهذا خلونا نشوف التقرير. يلا يرحل. السباقات الميكانيكية السريعة وهي أكثر المسابقات الرياضية شعبية، ولها أنواع مثل سباق الدراجات النارية، الزوارق، الفورميلا 1 والأوتو ريسينج. سباقات السيارات بدأت مباشرة بعدما اخترعت السيارات التي تعمل على البنزين، وكانت أول مسابقة للسيارات في عام 1894، وقد كان امتحانا لمشاهدة السيارة الأفضل أداء. كان هناك تجارب ناجحة في ليبيا لسباق السيارات والفورميلا 1 في الثلاثينيات، حيث استضافت طرابلس الكثير من السباقات، وكانت الحلبات على ساحل العاصمة حيث معتيقا اليوم. Show me your soul, I gotta know.
نيس فرنسا، شيكاغو، دبي وغيرها من مدن العالم التي يقام فيها هذا النوع من الرياضات الميكانيكية، ويتنافس الأبطال كل عام في العديد من المسابقات والدوريات العالمية. عودة للبطل، بطل الشرق الأوسط وبطل الأردن محمد تيسير في السباقات السريعة أو سبيد تيست، بطولة في ليبيا في سنة 1930. الفترة الجاية لو قيمت بطولة في ليبيا هل حتكون موجود؟ بتشرف. أنا عن جد الدول العربية يعني كلها الحمد لله يعني بشكل عام يعني زرتها. ليبيا كثير حاب أزورها، أزور المناطق اللي حولها، يعني على القليل الواحد يعني يشوف الطقوس اللي بيعيشوها يعني كمان يعني. وبعدين الليبيين مشرفيننا أصلا يعني، في كثير يعني من الشعب الليبي موجود عندنا هنا بالأردن للعلاج يعني أكثرهم، وبحكم شغلي لأن أنا شغلي أصلا بالسيارات فيعني بشوفهم كثير كثير بيحكوا لي عن ليبيا، حتى اكلت الاكل الليبي حلو. احنا نتشرفوا يعني ببطل زيك يجي لي ليبيا. محمد يعني في هلبة شباب اليوم يتابعوا فيك وعندهم الشغف هذا ويبوا ياخذوا منك يعني الفكره كيف خطوات كيف ممكن تكون بطل وكيف ممكن تشارك في مسابقات عالميه. اكيد بحكي للشباب اي حدا عنده هاي الهوايه ينميها، مو عنده اياها يحاول يبعد عنها لانها كثير مكلفه. يعني شوف له اي هوايه ثانيه، بس إذا هي موجودة عنده يعني في داخله ما يسيبها، يطورها. كيف يطورها؟ يروح دائما يحضر دائما الشوف غير عن السمع. أنت لما تحضر فيلم بشوقك بتصير وأنت قاعد على الكرسي بدك تقوم وتنط، صح؟ فيروح يحضر بيتفرج بيشوف، ببلش بسيارة صغيرة، يبعد عن مشاكل الشارع لأنه لما يعني تخلف أنت القوانين ما حد راح يستقبلك وما في شركة راح تدعمك. صح صح. والشركات من يعني من 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 4-5 سنين وجاي تفتحت فكرتها على رياضة السيارات. يعني زمان أيام 1930 والأربعين والخمسين زمان يعني كانت كتير حلوة هذيك الأيام. صح. بعدين غابت ورجعت كمان مرة رجعت، فهلأ عم تتطور. وبوجه شكر لسيدي سمو الأمير فيصل اللي هو المدير الرئيسي لنادي السيارات الملكي، مواكبنا ومتابعنا دائما. حلو. أي وهذا مشاكل أهم شيء. أي مشاكل بتصير عندنا يعني سند وظهر لنا يعني الحمد لله. صح. رب العالمين. وبوجه شكر للأردني رياضة السيارات بكل طاقمها، يعني ما شاء الله عليهم دائما يعني بالمرصاد لأي مشكلة. حلو. وأي شيء بدنا إياه. بطل الأردن وبطل الشرق الأوسط محمد تيسير، بنشكرك ونشكروك هلبا اليوم على وجودكم كثير. أنا مبسوط معاكم وبوجه شكري للتلفزيون الليبي ولكل الشعب الليبي والشباب. وأنا على الفيسبوك اسمي محمد تيسير، بتشرف بأي حدا من الشباب. وإحنا أكيد تشرفنا في العشية بوجودك معنا. تسلم. بطل على الشرق الأوسط، تحياتنا ليك محمد تيسير. شكرا شكرا. أعتقد هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، وأعتقد شغف الشباب ينهي حلقة اليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا ونتمنى أنها كانت عند حسن ظن كل المتابعين. أي حد حاول يتواصل معنا وما رديناش عليه بإذن الله حنردوا عليه الأيام الجاية باش يكون معنا ضيف في البرنامج. كانت الفقرة سريعة بسرعة بطلنا اليوم. منا ومن فريق العمل نقول لكم تيم سوين، إلى اللقاء، مع السلامة.